السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا من قناة الأرض على اليوتيوب دائما بنمسك ملف وبنفضل وراه لحد ما نطلع منه بنتيجة. الأسبوع اللي فات مسكنا ملف أو قضية التعامل مع البذور أو تآوي النباتات المغشوشة، وحذرنا من الأثر السلبي بتاعها وقلنا دي خراب بيوت، وقلنا لما تلجأ للمصدر الطبيعي والمصدر الآمن أو البذرة من المصدر الآمن من الشركة المحترمة اللي هي البذور المسجلة في وزارة الزراعة، دي لها أثر إيجابي. على الأقل هتشتري بفاتورة، لو حصل أي خطر أنت فاتورتك ضمناك، وبيحصل تتبع من خلال لجان وزارة الزراعة أو الشركات نفسها المحترمة من خلال الفاتورة اللي معاها، حفاظا على سمعتها بترجع لك الخسائر بتاعتك أو بتعوضك. النهاردة إحنا قدام كارثة كبيرة جدا، أضرت بعدد كبير جدا من مزارعي حوالي 750 فدان في منطقة الخطاطبة ومنطقة طريق اسكندرية الصحراء ووادي النطرون. وانت طالع كده على اسكندرية 15 كيلو تآوي بتنجان، شركة عديمة الضمير ومتمرسة في تجارة البذور المهربة والمغشوشة وغير المسجلة، باعت ال 15 كيلو بذور لأحد التجار الكبار الموثوق فيهم لدى المشاتل اللي هي بتحضن البذور في صواني شتلات وبتوزعها على المزارعين، والمزارعين اللي واثقين في المشاتل اللي بيتعاملوا معاهم من قديم الازل واثقين فاخدوا الصواني الشتلات. الفدان بيتزرع ب 30 صينيه في 160 جنيه، يعني ب 4800 جنيه ثمن الشتلات فقط. شوف ايجار الارض والخراطيم والاسمده والمبيدات وفواتير الري والعماله والمبيدات الفطريه اللي بتترش والحشريه، الفدان بيتكلف بايجاره بتأويه بعملته مش اقل من 50,000 جنيه. لما جم يجمعوا الثمار لقوا الثمار مخالفه للمواصفات التجاريه ظاهريا شكلا وموضوعا، فيها عيوب، وحسب شكواهم لوزاره الزراعه اللي وصلتنا نسخه منها، يعني حاجه تكسف وقيمتها السوقيه تساوي صفر، وده هيكبدهم خسائر 50,000 جنيه عن كل فدان. 15 كيلو تآوي بذور باذنجان مهربه ومغشوشه وغير مسجله عملت الكارثه دي كلها. وللاسف الشديد لا التاجر الرئيسي ولا التجار الفرعيين ولا مزارعي المشاتل ولا المزارعين النهائيين معاهم فواتير، كل اللي معاه التاجر الكبير ايصالات سداد فلوس للشركه اللي رفضت تحط اسمها كمان على هذه الايصالات، لكن الحق عمره ما بيضيع. وزارة الزراعة وعدت ان هي تشكل لجنة من الادارة المركزية للمحاصيل والبساتين المسؤولة عن ترخيص المشاتل، لجنة من معهد امراض النباتات، لجنة من الادارة المركزية لفحص واعتماد التآوي، هتنزل تعين الكارثة ان شاء الله في المزارع وتطلع نتيجة المحكمة العلمية من وزارة الزراعة. فخليكوا دائما مع المضمون حتى لو كلفك زيادة هتلاقي حقك، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة.